ألف حمد لله على سلامتك. بس أنا اللي مش فاهمه، إيه اللي يخليكي تروحي مكان زي ده من الأصل؟ كنت حاسة إنهم عايزين يعملوا حاجة، والمساهمين في القناة ابتدوا يتسحبوا، فخفت على القناة وخفت على سليم. إلا قولي، أنت ما جيتش مع سليم ليه؟ كنت عايز أعملك مفاجأة. مفاجأة إيه؟ البشبيشي هيتقبض عليه خلال ساعات. شفت بقى إنك عملتها لما عزت عملتها. البركة فيكي برضو. بقولك ايه، أسيبك دلوقتي عشان تنامي ونكمل كلام بكرة. طيب. يوه، ولا هلحق انام، ادي الجرس بيضرب. انا اسف. ميرسي على كل حاجة. الدكتور قالك ان شاء الله الاسبوع الجاي. خايفة اطلق يجيلي في نص الليل.
يا ترى بقى مين اللي هياخدني ويجري بيا على المستشفى؟ انا طبعا. وانا هجيبك منين بقى؟ هتتصلي بيا في اي وقت، هنزلك على طول. صحيح يا رامي؟ طبعا يا دنيا، لو مش هعمل كده لبنتي عمال هعمل كده لمين؟ عموما انا بلغت سلامك للقاء، وهي بتسلم عليك كتير قوي. فكرتني، الست دي وحشتني قوي. طب ما تروح لها، ايه اللي منعك؟ يعني خايفه يبقى فيها احراج ليك. احراج لي انا؟ ليه؟ تكون مراتك عندها ولا حاجه. بطلي لقمه يا دنيا، انت عارفه ان مراتي ما بتروح لهاش. وبعدين انا وشهد دلوقتي ايه؟ سبتوا بعض؟ مش بالظبط، منفصلين كده بشكل مؤقت لغايه ما الظروف ما تتعدل. شوف يا لقاء، انا مش عايز اناقشك في غريب او غيره، انا سبق وحذرتك، وبرغم اللي قلته لك قبل كده انا جاي دلوقتي عشان اطمن عليكي واكرر التحذير. كتر الف خيرك، انا عارفه انك انت جاي تحذرني وكل حاجه، وانا متاسفه جدا على اللي انا قلته لك. مش دي القضيه يا حبيبتي، اللي انا سمعته منك في التلفزيون ما يطمنش. حتى لو انت راجعه وناويه تكملي المشوار برغم كل اللي حصل لك، يبقى مش على طول كده، خدي هدنه شويه. حاضر، هاخد هدنه. حاضر. ايه ده؟ انت مالك بتقفلي معايا في الكلام كده ليه؟ زي ما تكون بتاخديني على قد عقلي. عشان انا تعبانه جدا وبقالي كتير جدا ما نمتش، وانت جاي تبرق نفسك وانا مصدقاك. حاضر. ابرق نفسي؟ ابرق نفسي من ايه؟ وانا مالي؟ يا سيدي انا لا عاتبتك ولا اتهمتك بحاجه، انت جيت تقول لي الحمد لله على السلامه، قلت لك الله يسلمك. الا اذا حسيت ان انت مصلحتك بقت معايا وعايز تصالحني. اهو ده الكلام بقى. لقاء، احنا اخوات وفاهمين بعض كويس قوي. انت طول عمرك ثورجيه ومجنونه، وانا راجل عاقل وبحافظ على مصالحي. حلو قوي، لما مصلحتك تبقى معايا تعال. انا دلوقتي عايزه انام، تصبح على خير وما تقولش اني بطردك. لا 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 يا حبيبتي اطلاقا، بس المهم علاقتنا ببعض تستمر وبنفس الصراحة والوضوح. طبعا انت مش اخويا الكبير، لازم تستمر. على فكرة يا لقاء، واضح انك استفدت حاجة بعد اللي حصل لك ده. لازم اتعلم وإلا بأحمارة تصبح على خير. طبعا الدنيا فيها ده وفيها ده. طبعا تصبح على خير. استني بس، عايز اقولك على حاجة مهمة قوي. ايه تاني؟ الكلام اللي انت قلتيه مظبوط، بعد رجوعك الكفة ابتدت تميل لصالحك، وأسعد وغريب كرفهم في النازل. وبعدين؟ مين عارف، يمكن بعد فترة قليلة قوي ألاقي مصلحتي معاك أنت ومش معاهم هم. طب أنا عشان أصدقك يعني لازم أخد منك حاجة كده تطمني. أمور يا حبيبتي، اطلبي وأنت تلاقي. عايزة نمرة الجيب بتاعت البودي جاردز بتوع غريب. تناوي على إيه يا لقاء؟ إحنا مش اتفقنا يا حبيبتي تاخدي هدنة مؤقتة؟ خلاص، مش هتجيبها لي غيرك يجيبها لي. لا لا لا، وليه تتعبي نفسك؟ بكرة الصبح تكون النمرة عندك. يا غدي جميل والنبي وطيب وقمر وكبير. يلا تصبح على خير. باي باي يا حبيبي. باي يا حبيبي. باي. باي يا سيدي. باي. الف سلامه. يا جميل كل ده على ايه؟ على ايه؟ وبتعمل كده كده ليه؟ اكمل لك بونبونايه وعليك تكمل حكايه، مالناش داري هوايا وغلطني كتير معايا. مساء الخير. مساء النور يا غدي. عملت لي ايه في موضوع الشريط؟ شريط ايه؟ شريط ايه؟ الالبوم بتاعي. ما هو لسه شريط بيظبط مع الشركه اللي انت اخترتيها. طب ايه رايك بقى ان الشركه قالوا لي لما رحت لهم ان شريط بيه هو اللي معطل الاتفاق. بقول لك ايه غريب، خلي بالك من شريط ده ممكن يبيع نفسه عشان اي حاجه. نانسي لو سمحت، انا ما عنديش دماغ اتكلم في الموضوع ده. خلاص يا غريب، اديني فلوس وانا هتصرف مع المؤلفين والملحنين. مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس؟ كل ما اجيب لك شركه تطلع لي فيها القطط الفطسانه، مش عايز تتفق مع حد ومش عايز تديني فلوس اتصرف. خلاص لما افضى بتكلم في الحكايه دي، اديكي شايفه لقاء فؤاد قلب عليا البلد كلها. يا دي لقاء فؤاد اللي ورق ورايا. نانسي بالحق انت مش عشيرتي لقاء دي وتعرفي عنها الكتير. طبعا اعرف عنها كل حاجه، وعندي كمان يا حبيبي اللي يعمل لك ضدها حملة تجيبها الأرض. نانسي عارفة حبيبتي لو قدرت تعملي الحكاية دي هيبقى لك عندي مفاجأة ما تحلميش بيها العمر كله. مفاجأة؟ يا أخويا خلصت الشريط الأول. يا ستي حاضر، شريط إيه؟ هتبقي أكبر مطربة في مصر. كلامك مش مريحني يا غريب، كلامك مش مريحني.
خايفه تكون مفكرني واحده من اللي كل شويه تتجوزهم وترجع تطلقهم تاني. انا بتجوز كل شويه وطلق؟ مين اللي قالك الكلام؟ نعم افندم، عاوزاه حسن. الله الله الله، جرايه دنيا، انت هتصدري لي الوش التاني وباني على اصلك؟ لا بقول لك ايه، كله الا الغلط. انا برضك اللي بغلط يا دنيا، انا اللي مطنشك، انا اللي دلقك، انا اللي حتى ما بردش على تليفوناتك. ما تشوف عمايلك يا بني ادم انت، روشني كل شويه تليفون، دي وصلت انك تجيلي لحد الشقه، انت مش عارف ان انا قاعده لوحدي، الناس تقول عليا ايه؟ الله، ما انت اللي خليتيني اعمل كده. اسره، عاوز ايه؟ عايز اقعد اتكلم معاكي، وحشتيني. وحشتك؟ ولا عايز تسال على السفر والمصالح والاتفاق اللي كان بيننا؟ انا دنيا حسن جارك ابن حتتك بردك وش ذلك. بس بالمناسبه انت فكرتيني، انت مش اخر مره قابلتيني فيها قلتي لي يا حسن انت مش هتطلع من الموضوع ده من مولد بلا حمص، ومن ساعتها ما شفتش منك اي حاجه لا ابيض ولا اسود. انت اطمن يا حسن، حقك محفوظ. ايوه كده يا دنيا، قولي لي كلام يشجيني ويبسطني. حكيم انا نفسي اقفش اقفش يا دنيا. وبعدين بقى اوعي تفتكري انك ممكن تتسرسبي من الموضوع كده تاتا تاتا والموضوع كده يبقى خلص. انا ما بحبش اتهدد يا حسن. وانا ما بحبش حد يثبتني يا دنيا، ولعلمك انا لو حسيت ان انت هتقلب اصلك مش هسيبك. دي يا فندم مواصفات العربيه اللي كانت ماشيه ورايا. ما دام لقاءات التيمي حد بمحاوله اغتيالك؟ غريب بدران. طب هو ليه يعمل كده؟ في عداوه سابقه بينك وبينه؟ يا فندم كنت عملت برنامج من فتره وكنت بتكلم عن الراجل كان بيشتغل عنده علاء عبد الحافظ، والراجل ده كان مسجون واتقتل في السجن، واعتبر ان البرنامج ده ضده. اه بس ده موضوع بقاله فتره طويله قوي. مظبوط يا فندم، بس الخلافات لسه مستمر عشان عملت برنامج تاني عن التلوث. انا شفت حلقات من البرنامج بس ما كانش فيها اي اشاره ليه. اه بس هو معتبر ان البرنامج ده موجه ضده وضد سمعته وضد شركاته، وهددني بالقتل. هو اللي هددك بنفسه؟ لا، عن طريق اسعد الديب. اه افتكر ان الدكتور اسعد كان متجوز حضرتك لحد فتره يعني مش بعيده. مظبوط يا فندم، هو اساسا ابن عمي واتجوزني وعندنا ولد، ورغم كل ده هو وقف مع غريب ضدي. عندك اقوال تانية؟ الناس اللي كانوا عايزين يقتلوني هم اللي قالوا لي انهم جايين من عنده. شاه. ايوه بابا. رايحه فين؟ رايحه اشتري شويه حاجات وبعدين هروح لواحده صاحبتي. الحمد لله اخيرا ربنا هداكي وفقتي من المتاهه اللي كنت عاملاها. يعني يا ستي الحمد لله لقاء رجعت ومفيش علينا احنا اي شبهه، والبيل اتصل بيكي ولا حتى حاول يجي يصالحك. الله يخليك يا بابا، مالكش دعوه بالموضوع ده، خليه براحته وخليه ياخد وقته. براحتك انت كمان، براحتك. انا بس بقول لك انت بتتعاملي مع مين علشان تاخدي بالك. حاضر اخد بالي. في حاجه تانية؟ في، ما تزنيش كتير على دماغ نانسي، انا محتاج لها اليومين دول اكتر من اي وقت فات. ايه ده، وانا مالي بيها؟ انا جيت ناحيتها دي من ساعه ما جت البيت وكل واحده فينا عايشه في حالها. يا بنت ما تلفيش على ابوكي، مش انت اللي حكي لها ان انا بتجوز كتير والحاجات والمحتاجات؟ انا ولا قلت لها حاجه؟ دي هي اللي قلقانه على الالبوم بتاعها. انا بس بصراحه حبيت اغيظها، قلت لها مش تعرف تضحكي على ابويا، ده غريب بدران. طب معلش يا شاد، عشان خاطر غريب بدران انت فوتي. وقول لها كلمتين يريحوها، هو شهر بالكتير وهتاخد الكارت الاحمر وهنخلص منها احنا الاثنين. انا اصلي وقعت في وجه جديد كده. يعني محدش حرضك على كده؟ محدش دفع لك عشان تقتلها؟ واني كنت اعرف منين يا سعاده الباشا انها هتعمل حادثه في الحته دي ذاتها؟ وبعدين ده رزق وربنا بعتهولي بالسما. رزق؟ بتسمي خطف الناس ده رزق؟ كل واحد وكاره يا سعاده الباشا. امال ايه اللي خلاك تقول لي في ناس هيدوك 2 مليون لو قتلتها؟ ده تهديد وخلاص، لاجل تخاف وتمشي معايا بسلام. يعني لا غريب بدران ولا حد من رجالته اتصل بيك؟ ولا حتى الدبان الازرق كان يعرف انها عندي. لولاش زفتاوي خربها عليا وعلى نفسها. عماش، انا عايزك تقول معايا الحقيقه عشان اعرف اخدمك في التحقيق. الانكار ده مش هيفيدك. ولما اعترف لك هصرف منين على سجني؟ مش جايز لما احفظ سر الراجل يلغيني باي نفحه. ساكت ليه يا عماشه؟ ما تتكلم. ويمكن لو بلغت عنه يبعت اللي خلص عليا جوه السجن. لا يا عم،
ابعد عن الشر وغني له. مش باين. لا يا شه. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. لا معلش يا مهنا، اللقاء. انا كنت جايه اسلم على حضرتك بس وماشيه على طول. يا حبيبتي تعالي اقعدي. خلاص هستأذن انا، يمكن لما انا امشي توافق هي تقعد. ايه يا دنيا، هي ناقصاكي؟ طبعا، ما انت مش طايل اي كلمه من ساعه ما حبيبتي القلب شرفت. لا بقول لك ايه، خليكي في حالك بقى بدل ما وليدك بدري. ها بس بس يا بنات، انا قاعده موجوده عيب كده؟ حضرتك انا ما وجهتلهاش كلام عشان تكلمني كده. خلاص حقك عليا انا. يلا يا رامي، رامي قوم وصل دنيا. يلا. لا لا، وعلى ايه وصلنا؟ تعالي وصلنا. ده انا يلا طليقته والهانم مراته هي اولى بيه. معلش يا مدام لقاء، هبقى اجي لحضرتك فوقت تاني تكوني فيه فاضيه وقاعده لوحدك، مش حر وزحمه. مع السلامه حبيبتي. خدته القرعه تاخده من الشعور. يعني سايبه تشبع بيه. تعالي تعالي بس عشان افهمك حاجه مهمه قوي. والله العظيم هي كانت جايه تشوفني. مش دي المشكله يا مدام لقاء؟ ده لو بني ادم باقي عليا فعلا كان رفع السماعه وكلمني ولو مره واحده يا مدام لقاء. يا بنتي، ما انت عارفه المشاكل اللي احنا فيها، وبعدين مش لازم نتكلم قدام لقاء. يعني ليه مش لازم تتكلم قدامي؟ غريبه ولا غريبه؟ لا نتكلم بقى. اذا كانت صاحبه الشأن نفسها بتعاملني عادي زي كان ما فيش اي مشاكل بينها وبين ابويا، يبقى انت بقى بتحاسبني على ايه؟ ما انا ما حسبتكيش من اصله. ماشي يا رامي، بس انا بقى مش زي دنيا. انا محدش يرميني ويرجع لي مزاجه حتى لو كانت روحي فيه. انا لا سبتك ولا رجعت لها ولا عايز ستات من اصله. ايه رايك بقى؟ انا اسفك يا مدام لقاء، مش هقدر استنى اكتر. اشربي حاجه بس. معلش مره تانية. مع السلامه حبيبتي. قوم فيز، قوم. هاي قوم قوم انزل وشوف ايه اللي بيحصل تحت. مش عايزين فضايح في العماره. هيبهدلوني تحت هما الاثنين. امشي من قدامي، انزل الحق كل حاجه. في فضايح. امشي بقول لك. تنمت ولا ايه؟ ازاي الحاج متولي اتجوز اربعه؟ يا شاه قاعدة كده ليه يا بنتي؟ مفيش حاجه. ايه ده؟ بتعيطي؟ بابا انا مش عايزه الجوازه دي خلاص، ارجوك طلقني منه. يا بنتي انت مش لسه الصبح قايله لي ما تتدخلش انت؟ اهو اللي حصل بقى، مش قادره اكمل في الجوازه دي. يا سبحان الله يا سبحان الله. انا يا بنتي قبل كده مش اتحايلت عليك وقلت لك نطلب الطلاق؟ قلت لي لا. طب ايه اللي جد من ساعتها يعني؟ اقول لك انا ايه اللي جد؟ لقاء رجعت وهي فاكره ان انا اللي حاولت اموتها، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش ازعل اسعد اليومين دول ولا ادوس على طرف. طب انا مالي بقى ده كله؟ انا ذنبي ايه؟ انا يفضل جوازي وطلاقي مرتبط بشغلك مع ابوه. معلش يا شاه، نصيبك كده يا بنتي. اعمل ايه؟ قولي لي بس اعمل ايه؟ استحملي بقى شويه لغايه ما الهوجه دي تخلص، ساعتها ممكن نطلب الطلاق. ما حصلش. وكل الكلام اللي قالته ده مجرد اتهامات كيدية. طب ورقم العربية؟ رقم العربية مش سر حرب؟ ممكن يبقى فيه تشابه في اللون في الشكل. في ناس لما يبقى مسيطر عليهم فكرة معينة بيهيئ لهم ان اي حاجة بيفكروا فيها تبقى هي الحقيقة. ايوه بس هي ملهاش مصلحة انها تتهمه بالبطل. والله ما انا عارف اقول لحضرتك ايه. يعني انا مش متصور انها ممكن تبقى واقفه ضده عشان بتشتغل معايا. طب كانت تحاربنا انت؟ الا اذا كان مثلا معتبرا وقوفه معايا او تبنيه لوجهه نظري في قضيه الطلاق هي دي السبب. لا 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 لا، مادام لقاء انسانه متحضره ومحترمه جدا، مش ممكن تلقي التهم جزافا كده لمجرد ان واحد تسبب في طلاقها مثلا. يعني ما حصلش ان واجه لها تهديدات عن طريقك بشكل مباشر او غير مباشر؟ ما انا قلت لحضرتك في اول الكلام ما حصلش. بركه اللي قمت بالسلامه يا بنتي. الحمد لله. الحمد لك والشكر لك. لا والولاده كانت سهله وما خدتش وقت. مش عايزين اي حاجه اجيبها لكم من تحت. هو انت ناوي تمشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا واقف بره. خيرك مغرقنا. هي المولوده ولا امها عايزين اي حاجه؟ خد بنتك في حضنك، يمكن المسكينه دي تقربكم من بعض
وتخرج الشيطان اللي دخل بناتكم. ماما قلت لك ما نفتحش الموضوع ده قدامي. خلاص يا دنيا، هي بس تقوم بالسلامه وربنا يبارك. احنا عايزين ايه من الدنيا غير سعادتكم وربنا يهدي سركم؟ انا ماليش غير رجاء واحد، ما يحتمل تيجي مع بابا، يا ريت بس تتعامل معاها كويس. اتعامل معاها وحش ليه؟ دي واحده جايه تطمن عليا وتبارك لي. بس بقول لك ايه، اوعى تكون عامل حسابك تسمي البنت على اسمها. مش عاوز حد يعمل اي مشكله، سيبوهم يفتشوا وياخدوا عينات، ان شاء الله يتربقوا الدنيا على فيها زي ما بقول لك كده. الله، اتعاونوا معاهم، قدموا لهم كل التسهيلات. ايوه، مزارع مصانع يدخلوا المطرح اللي عاوزينه ويعملوا اللي هم عاوزينه، واول ما يخلعوا اديني خبر وطمني. يلا مع السلامه. حياتك عندي دي هيكون اخر الاحزان، بعد كده اللي هيقرب ناحيتي هضرب صباعي في عينه. قوم بس النهارده يعدي على خير. هيعدي يا اسد، هيعدي. مالك انت مش واثق فيا ولا ايه؟ مش موضوع ثقه غريب، انا اضمن منين اللي حصل النهارده ده ما يحصلش كل شويه؟ لما يفتشوا وما يلاقوش فيه اي حاجه غلط هيعرفوا ان الكلام اللي اتقال ده كله كلام فاضي وهيشيلونا من دماغهم. يا سلام على التخطيط والتكتكه يا غريب بيه، فعلا اللي بيحصل دوت في مصلحتنا. احنا ناخد بقى بقيه السنه نوم وادب والتزام، بعد كده نبتدي شغلنا برواقه. ولا ايه يا اسعد؟ ها؟ ايه؟ انت بتروح مني فين؟ مالك مخضوض ولا ايه؟ بصراحه انا اول مره في حياتي اتعرض لمواقف زي دي، امبارح بالليل في النيابه، والنهارده كل الجهات الرقابيه بتدور في مكاتبي وشركاتي ومصانعي. عادي، في ايه؟ عادي، وسمعتنا يا غريب؟ سمعتنا هتبقى انضف من الالماز بعد ما يتقال ويتنشر في كل حته ان كل ده نزل على مفيش. انت شايف كده بجد؟ طبعا يا باشا، ده انا تربيتك، اصل انا تربيت اسعد باشا. تبقى تقابلني الهانم بعد كده لو حد عبرها ولا اتفرج لها على برنامج. يا سلام يا غريب بيه، فعلا محدش من هنا ورايح هيصدقها بعد كده. امال يا ابني؟ ما هو من حفر حفره لاخيه وقع فيها، ربنا ما بيسيبش حق حد ابدا. احنا هنستنى جوه، والكاميرا زي ما وريتك محطوطه هنا، يعني انت لازم تجيبه وتقعده هنا عشان تبقوا واضحين صوت وصوره. ايوه، وده بيتي، انا ممكن اقعده مطرح ما انا عايز. برافو عليك. الظاهر هو انا مش مستني حد. ما تنساش يا عمر اللي اتفقنا عليه، الفلوس لازم تظهر بوضوح عشان جريمه الرشوه تثبت عليك. حاضر حاضر. كل المجهود اللي عملناه متوقف على اللي هتعمله الليله. ايوه، ما انا عارف هعمل ايه، بس يلا بقى استخبى. ايوه ايه كل ده عشان تفتح الباب؟ اهلا وسهلا، اتفضل. كنت نايم ولا ايه؟ لا لا مؤاخذه، كنت في الحمام. المهم حضرت لنا حاجه حلوه بالمناسبه السعيده دي ولا؟ اه طبعا، عملت لك شاي بالنعناع وجبت لك تورته. بالنسبه لانها اول مره يمشي. طيب ممكن حضرتك بس تيجي تقعد هناك؟ عشان اصل لما اجيب التورته والشاي والحاجات دي نبقى الحاجه قدامنا يعني. فعلا كده احسن. مش كده؟ طيب فين الفلوس بقى؟ ما احنا قاعدين شوية، في ايه بتسرع ليه؟ لا انا لازم اشوف الفلوس واطمن بنفسي. حاضر يا سيدي، وادي الفلوس. كام دول؟ عدوهم. ايه ما بتعرفش تعد كمان؟ لا كويسين، انا داخل اجيب لك الشاي والتورته. ايه يا اخوانا، ايه اللي جابكم؟ انا متفق مع غريب بدران اننا. غريب بدران ضحك عليك، هو اللي قال اتصرف. قلت له انا هعرف اتصرف، قال لي اتصرف انت يا بشبيشي. انت خلاص يا بشبيشي، بيت كارت محروق، الاوامر اللي عندي نخلص منكم انتوا الاثنين. يعني غريب نقلهم زي ما توقعنا؟ بس على مين؟ المباحث راقبتهم وجابوا لنا العنوان الجديد. جميل. مش يمكن ليهم مصلحه اننا نسجل معاهم؟ ده اكيد. انت عارفه بعد الموضوع بتاع جابر ابو جديد بقالك شعبيه كبيره جدا عند الناس كلها. يا رب يخليك. يلا سلام. باي. افتح الباب.
وان انا بريء. امشوا انت ساكت. يا حضرتك مش فاهم اللي بيحصل. هنفهم ايه اكتر من كده؟ فلوس وجثه وتسجيلات وسلاح. يا فندم في حد يسجل لنفسه برضه؟ تسجيلات وسلاح؟ خير يا عمر في ايه؟ انا رحت الداهيه لخاف. عملوا فيا زي الراجل اللي سجلتي معاه. علاء؟ في ايه حضرتك بالظبط؟ جالنا بلاغ من مجهول بحدوث اطلاق نار في الشقه. وصلنا واتحققنا من صحه البلاغ. ايوه بس الاستاذ عمر مش ممكن يعمل حاجه زي دي، يمكن في سوء تفاهم، يمكن حد مدبر له حاجه. ده شغل النيابه بقى والمحامي بتاع الاستاذ. خدوه. خدي بالك من نفسك يا خاوه من علي. ما تخافش. ما تخافش خالص ها؟ ما تخافش. وهيعدي زي سحابه الصيف. وخدنا شهاده ان منتجاتنا نظيفه وسليمه ولا تشوبها اي شائبه. مش هم برضو بيقولوا كده لما يتفزلكوا علينا؟ قالوا لنا بس شويه المخالفات البسيطه اللي في المزارع دي. مخالفات ايه يا عم اسعد؟ في ايه؟ فلاحين رشوا شويه مبيدات زياده شويه، ودي ياما بتحصل. ما هو ما حدش بيوصل للمية في المية واحنا معدين التسعين في المية. انا بصراحه ما كنتش متوقع كده ابدا. عشان ما عندكش ثقه فيا. شوف يا اسعد، اهم حاجه انك ما تتهزش قدام عدوك، تخش عليه بقلب جامد، ساعتها بقى لازم هتكسب. المهم المكسب ده يستمر، اللقاء هتفضل ورانا ومش هتسيبنا طول ما ليها اعداء غيرنا. ما تخافش. بقول لك يا غريب، احنا قلنا نبعد عن الاتجاه ده، بلاش العنف. يا سلام، شبه انا قبلت العنف على اللي اسمه عمر. لانك اقنعتني انه هيفضل جنبها وهيساعدها ويجيب لها ادله ضدنا. بقول لك ايه يا اسعد، انت ما تقدرش ترجعها لعصمتك. انت مجنون يا غريب، ارجع مين؟ خلاص انا دلوقتي بالنسبه للقاء مجرد كذبه كبيره كشفتها. للاسف ما ينفعش، خلاص هي اكتشفتني على حياتي. عارف احلى حاجه فيك ايه؟ انك ما بتغلطش نفسك. لا بقول لك ايه، انا ما اقصدش ان انا حقيقتي وحشه ولا حاجه، انا بتكلم على وجهه نظرها هي. سيبك بقى من وجهات النظر وخليك معايا. احنا ناس دلوقتي سمعتنا بقت زي الفل. صحيح كان لينا اخطاء زمان بس انتهت. طبعا انتهت بفضلك انت وسامي. ايوه، انا وسامي اثرنا عليك، خليناك تفكر صح وتمشي في الطريق المستقيم. وتوبت على ايديك وتوبه نصوحه يا عم. لا، لقاء مش هتثق فينا تاني، انا اللي عارفها. شوف، لقاء ممكن تديك الفرصه مره اتنين تلاته، لكن اول ما تكتشف اخطائك بترمي طوبتك، استحاله ترجع في كلامها مره تانيه. حتى لو صممت على الرفض يا اسعد، العداوه هتقل وكلامك معاها هيهدي اللعب ويخليك تعرف هي بتفكر في ايه. صعب يا غريب، صعب. يا سيدي انا هروح وهقعد معاها، لو سمعت مني هبقى اديها فرصه واتكلم مره واتنين. بقول لك ايه، ظبط معاها زي ما انت عاوز. اهم حاجه بقى وانت بتاخد ابنك من هناك وبترجعه لها، خليك موجود، اتكلم معاها، حاول تفهم الكل ان انا خلاص بقيت راجل ماشي على الصراط المستقيم وعاوز ارضيها، وهي بقى اللي مصممه تفرك الشمل العين. اسف على الازعاج يا باشا. يا اخويا ازعجني زي ما انت عاوز، بس المهم يكون اخبارك حلوه. الشحنه سافرت يا باشا. كده؟ طب خد اجراءاتك وحاول ملف على الارشيف. تحت امر سعادتك يا باشا. احول الملف على الارشيف؟ الجمله الشحنه سافرت يعني؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انا سمعت الكلام ده قبل كده. مبروك يا اسعد، الخيط اللي بيننا وبينها انقطع خلاص. الحمد لله. المهم بس ما تشكش فينا المره دي. لا، لو شكت فينا المره دي تبقى نيتها سيئه قوي. انا السبب في كل اللي جرى يا سليم، انا السبب. هو كان خايف وحذرني وانا اللي اصريت واجبرته ان هو يعمل كده عشان يساعدني، ادي النتيجه. من فضلك تهدي رايي، ان اللي حصل لعمر ملوش اي علاقه بمشاكلك مع غريب. واضح ان رئيسه في الشغل مش سهل. لا، ما نضحكش على بعضنا. غريب افتكر ان انا اتقطع بيني وبينه خيط، لكن مش عارف ان في بيني وبينه مليون الف خيط. عمر، عملت ايه؟ ولا حاجه. كتبوا المحضر وهتعرض بكره على النيابه. طب ما تقلقش وما تخافش. عمر اطمن، بكره هيكون معاك اكبر محامين في مصر. الحكايه محبوكه يا سليم، محدش هيقدر يعمل حاجه.
يعني ايه محبوكه؟ فهمني. عارفه المقدم كمان اللي قلت لك عليه؟ اه. ما طلعش مقدم ولا ضابط ولا اي حاجه في الشغل. امال طلع ايه يعني؟ ولا حاجه، انا صورت نفسي بنفسي. شوف لك قصه تانية يا عمر وقول الحقيقه، الكلام ده مش هيفيدك في التحقيق. يا فندم هو بيقول الحقيقه. انت شفتي المقدم ده بنفسك؟ في الحقيقه ما شفتوش، بس هو كان بيحكي لي كل حاجه اول باول. يبقى كان بيكذب عليكي. في ادله كافيه ان هو قتل رئيسه وقبل الرشوه، والنيابه مش هتفرج عنه وهتدي له استمرار في الحبس لحد ما يتحكم عليه. موقفه بقى صعب قوي يا سليم. طمني المحامين هيبقوا معاك. انا اسفه ان انا تعبتك معايا كده. عمر يهمني زي ما يهمك بالظبط يا لقاء. صحيح. صحيح. انا واثق انه مظلوم وهقف جنبه. ربنا يخليك لينا. ايه الكلام الهايف اللي بتقوليه ده؟ والله هو ده بقى اللي اعرفه عنها. يعني ايه؟ جبت الديب من ديله ولا جبت الديب من ديله؟ ما انا يا اخت اعرف اكتر من اللي انت قلتيه، ولو جرجرت اسعد في الكلام كنت عرفت اكتر واكتر. وايه بقى اللي انت عايز تعرفه؟ مش فاهمه انا. اللي محدش يعرفه غلطه قديمه. سر لو كشف يعمل فضيحه ويهز صورته قدام الناس. انت فاكر يعني لو انا اعرف حاجه زي كده كنت هسكت؟ ده انا كنت يا حبيبي عملت اعلانات وعلقتها في الشوارع. مفيش بقى غير موضوع سليم هاشم او الحبوب المهدئه. برضه دي حكايه قديمه. لا لا لا، حكايه قديمه اتنشرت وهي ردت عليها. خدي بقى مني الجديد. جارها، علاقه الحب اللي بينها وبين جارها القاتل المرتشي، المدير بتاعه البشبيش الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، كان بيقول عليه انه مدمن مخدرات. اظن دي بقى تمشي مع الحبوب اللي كانت بتاخدها، صح؟ حلو، احنا كده وصلنا لحاجة اهو. احنا ده يا اختي، انا اللي وصلت، انما انت يا دوب انا بغني وانت ترد علي. يعني في الاخر انت اللي هتغني وانا اللي هرد عليك يا غريب. ايوه، انتهز بقى الفرصة وحودي على موضوع الشريط. وايه يعني؟ بلاش اسأل يعني؟ لا، ازاي؟ من حقك تسألي، وانا كمان من حق اجاوب. والشركه الجديده برضو مش عاجباك مش كده؟ لا جديده ولا قديمه. اجيب لك من الاخر بقى، انا ماليش في اللعبه دي خالص، وما احبش ان مراتي ترقص وتغني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. يعني ايه يا غريب؟ يعني عاجبك تعيشي ست بيت وبس، ويلكم. مش عاجبك يبقى جود باي بالمعروف، زي ما دخلنا بالمعروف. نعم بقى، انت جاي تقول لي كده دلوقتي؟ انا ما ضحكتش عليكي، انت اللي جريت ورايا وقعدت تعكسيني في التليفونات وضحكت عليا، وانا راجل ماليش تجارب وخام، خليتيني اتجوزتك. انا ضحكت عليك؟ هو انت كنت تحلم تتجوز واحده زيي؟ ليه يا اختي؟ قليل انا ولا انا قليل؟ ولا تكونيش فاكره نفسك ست الحسن والجمال؟ ده انا غريب بدران يا بت. اصحي، جوز اي واحده تعجبني ويبقى لها الشرف. انا ما يضحكش عليا يا غريب، والكلام ده بقى مش هينفع. عنه ما نفع يا اختي، ولو مش عاجبك في غمضه عين هتلاقي المأذون قاعد جنبك. بقى كده يا غريب؟ وابو كده، وام كده، وعيله كده كلها، جيران كده، كلهم هيحضروا. لو مش عاجبك الباب يفوت كامل اي جمل. ذنبه في رقبتي، ذنبه في رقبتي انا. يا حبيبتي ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، عمر اختار وهو بيتحمل اختياره. لا يا ماما، دي مسؤوليتي انا. انا لو ما كنتش ظهرت في حياته وحرضته ما كانش في حد هيقرب له. يا سبحان الله، شوفي مين دلوقتي اللي بيجري معاكي وبيسال عليه. ودي كمان حاجه مجنناني، تتصوري انا اول ما شفته نازل مع البوليس ما فكرتش غير اني اكلمك واكلم سليم. بس على قد ما عمر صعبان عليا، سليم صعبان عليا اكتر. تصوري ان هو بيحاول يجيب له محامين عشان يدافعوا عنه. خلاص حيرتك انتهت، خلاص وكل حاجه باينت. انت بتحب عمر، والله يكون في عون سليم.
صاحبي هو مفيش غير انا اللي هيقدر يقف قدام البشبيشي ده والرجاله اللي وراه. لا مش انت لوحدك، انا معاك وكتير قوي هيقفوا معانا. انت اصلك بتتكلمي من التلفزيون من ورا الكاميرات والميكروفون، انا بقى عايش في النار وانت ما تعرفيش الراجل ده ممكن يعمل ايه، يلفق لي قضيه ويوديني في 60 ده. مش كل حاجه بنحبها نقدر نطولها، مش كل حاجه بنحلم بيها نقدر نوصلها. ده كلام انسان كسول وعاجز وشايف نفسه صغير وممكن يبقى كبير جدا وقوي بس غبي مش عايز يتحرك. بس انا بقى لو جرالي حاجه هيبقى ذنبي في رقبتك. انت كده بتضيع وقتك ووقتي وبتلف حبل المشنقه حوالين رقبتك يا فندم. هو ده اللي حصل. اقلف يعني؟ انت في ضابط جالك وادالك كاسيت وقال لك سجل للمدير بتاعك؟ ايوه. وبعد كده صورته في شقتك واتضح لك انه ضابط مزيف وضربك على دماغك؟ بالظبط يا فندم. ولما فقت لقيت البشبيشي مقتول والضابط المزيف واللي معاه مش موجودين؟ ايوه يا فندم. لو حضراتكم صدقيني الكلام ده انا ممكن اصدقه. واضح يا فندم ان موكلي يتعرض لحاله خداع خطيره. طبعا يا فندم، ده لو كان عايز يكذب كان قال قصه تانية تكون محبوكه شويه يعني. وبعدين يا فندم ايه اللي يخليه يسجل وقائع ممكن تدينه بعد كده؟ من الواضح ان كان في محاوله ابتزاز هي اللي ادت للشجار اللي انتهى بالقتل. حتى في الحاله دي كمان يا فندم لو كان ده اللي حصل فعلا كان ممكن جدا يتخلص من التسجيلات قبل الشرطه ما توصل. انا معاك، بس لحسن الحظ الشرطه وصلت في الوقت المناسب. صباح الخير يا شاه. اهلا يا استاذ رامي. يا استاذ رامي، ايه التهريج التقيل ده؟ خلاص بقى دمي تقيل مش كده؟ ما بقتش عارف اهرج زي زمان. يا حبيبتي مش انا بكلمك كنت ما بترديش عليا؟ سميت بنتك ايه؟ سميتها ذكرى. اسم حلو قوي. ويا ترى امها قامت بالسلامه؟ ما تبقيش نكدية بقى، الست حامل وبتولد وطبيعي بقى جنبها في الظروف اللي زي دي، لو مش عشانها يبقى عشان خاطر بنتي. وخلاص الحمد لله، لقاء ظهرت ومراتك ولدت ودلوقتي بس بقى عندك وقت تفكر فيا مش كده؟ ما تبقيش تقليدية كده يا شهد، كم يوم اسيبك فيهم الاقيكي كده؟ قلتها لك قبل كده يا رامي وانت ما صدقتنيش، انا ما حدش يرميني ويرجع لي حسب الظروف. يا حبيبتي انت طول عمرك عاقلة وانت كنت مقدرة الموقف ده كويس واخترت تيجي بيت ابوكي. بيت ابويا مش في المنفى وتتقطع بيني وبينك كل الاتصالات؟ ده حتى يوم ما قابلتك عند القاء انت ودنيا ما هنش عليك تنزل ورايا ولا حتى تكلمني في التليفون بعدها يا اخي. لو كنت نزلت وراك كنا هنتخانق. هو انا مش عارف شكلك ازاي وانت متعصبه؟ بص يا رامي، المشكله مش فيا وفيك، المشاكل اللي بين لقاء وبابا لسه ما انتهتش، محدش عارف هتنتهي على ايه ولا ايه اللي هيحصل فيها. ايه اللي هيحصل؟ مش هتوصل ان اللقاء تختفي ونبقى مش عارفين عنها حاجه، وبعدين ما انت رحت لها وسلمت عليها بنفسك. عشان الست كان عندها 100 سبب انها ما تحضرش فرحي، ومع ذلك جت تحضره عشان انا عزمتها. يعني الموضوع ملوش اي علاقه بيك يا رام. يعني احنا هنفضل كده لغايه لقاء ما تنتهي مشاكلها مع غريب بدران؟ افرض ما انتهتش، يبقى نصيبنا كده بقى. نصيبنا كده؟ ايوه. افتكر يا شاهد ان انا جيت لغايه عندك وتحيلت عليك، ان انا حقيقي عايزك. طمني يا عمر. قال الاساتذه اقواله ضعيفه جدا يا مدام لقاء، يا ريت تخليه يقول لنا الحقيقه ويساعدنا. هي الحقيقه اللي هو بيقولها. شوف يا مدام لقاء، احنا لازم نكون صراحه جدا معاكم، بالطريقه دي حبسه هيتجدد باستمرار وكده يبقى الامل في براءته ضعيف جدا. انا وانت عارفين ان براءتك لازم تمر بمكتب غريب بدران. ابعد انت لقاء. لا ما تخافش، لو هتكلفني حياتي هجيب لك البراءه.